السلام عليكم خاوتي. في الدرس تاع اليوم راح نتحدث على الكونستركتور. وشنو هو الكونستركتور؟ الكونستركتور هو سيتي اون فونكسيون. برك هاد لا فونكسيون تكون ديفيرون على لي زوتر فونكسيون اللي قريناهم، تكون عندها خصائص. نشوفوا شنو هاد الخصائص. مثال بوبليك الكونستركتور توجور يكون يحمل نفس اسم الكلاس. مثال بوبليك كلاس 3، وما يكون عنده حتى تيب تاع ارجاع، ني انت ني فلوت ني سترينج ني دوبل، وما يكونش ثاني عنده فويد. دونك يكون يحمل هكذا بيبليك واسم لا كلاس حاضي. ونفتحوا الحاضناتين. اكثر نحتاجو هنايا هذا الكونستركتور. نسيت حاجه، بون الكونستركتور ما يروتورني حتى فالور. حنا لاحظنا في لي فونكسيون عندنا ريتورن، بون الكونستركتور ما عندوش هذه الخاصيه. اكتاش حنا نحتاجو كونستركتور نحتاجوه نهار نكريو لوبجي. مثال نروح نكريو اوبجي لا كلاس 3، هذه كلاس 3 لو سوا كلاس 3 اوبجي سي 1 لو سوا نيو كلاس 3. كونستركتور نحتاجوه نهار نكريو لوبجي. بون في لا كلاس هي بار ديفو يكون فيها ان كونستركتور بار ديفو. بون كيما هذا يكون فيها كونستركتور بار ديفو اللي هو كونستركتور فارغ. هذا الكونستركتور راهو فارغ، نحبو نديفينو فيه دي فاريابل. بون كونستركتور هو يستعملوه بور انيسياليزي لي فاريابل. كيفاش انيسياليزي لي فاريابل؟ نشوفو هذا المثال. مثال عندي انت اكس ايغراك، مثال سترينج بي. نجي هنايا، هنا يكونوا لي بارامتر تاعو. مثال عندي هنا سمي كيما تحب. مثال عندي انت ا، انت ك، انت ال. بون هنا كيفاش نسياليزو هاد لي فاريابل هادو اكس و ايغراك و بي؟ هنايا نستعملو المو اللي هضرنا عليه اللي هو ذيس باش نبريسيزو. مثال ذيس بوان اكس رسوا ا، مثال ذيس بوان ايغراك رسوا ك، مثال ذيس بوان بي رسوا ال. هكذا بون هنا عندنا ايرور ذيس بوان بي. اوتون شوفوا الايرور. هنايا انت لازم تكون سترينغ. هكذا نكونو انيسياليزينا هاد لي 3، هاد لي 3 فاريابل، هاد لي 3 فاريابل. بون في الكونستركتور تقدر ما تستعملش هذه ذيس، تقدر تخليها هكذا اكس ايكالا ا، مي مستحسن تستعمل ذيس باسكو الا كان عندك بروغرام كبير يتخلطوا لك لي فاريابل تحصل. دونك استعمل ذيس باش تبين لي فاريابل. مام هنا تقدر تستعمل اكس، تقدر تكتب هنا اكس وهنايا ايغراك وهنايا بي وهنا بي، وهنا تجي تعوض تكتب اكس ايغراك بي. هنا على ما صرات حتى ايرور باسكو هنا عرف بلي ذيس فوا اكس تاع هادي رسوا اكس تاع هادي، وعرف بلي ايغراك اللي هنايا ايغراك اللي هنايا هو هذا رسوا ايغراك هذا، باش عرفهم بالذيس. كون ما درناش ذيس يقدر ما يعرفهمش، الا كانوا عندنا بروغرام شوي كبير وفيه بزاف لي فاريابل يتشابهوا. نروحو نشوفو مثال وقت اخر. مثال نحو هادو. مثال عندي انت اكس برك، لا انت اكس راهي دايرة هادي. بون انت اكس مثال ندير ذيس بوان اكس يسوى اكس هكذا. اصبر عندي ايرور. ذيس بوان اكس يسوى اكس. مثال نحب هذه انا اكس، هذه اكس اللي عندي، هذه اكس اللي عندي فيكسيها ب 100. ما كان له نكتب هنا ذيس بوان اكس يسوى 100، نخليها نعطي لها ان فاريابل اكس ولا اكس 1 نسميها كيما نحب. مثال اكس 1، وكي نكري لوبجي نعطي لها القيمه تاعها 100. مثال هنا في لوبجي هنا علاه جات ايرور باسكو مع الاول كان الكونستركتور بار ديفو فارغ، ما كان فيه حتى بارامتر، مي هنا عنده بارامتر دو تيب اونتي، معناها لازم يكون هنا فاريابل ولا اونتي. مثال ندير 10، مثال ندير له هنايا سيستم بون اوت بون برينت لان، ندير له فاريابل اي ايغال ديرلو بليس هنايا بلي، ديرلو بليس اكس
بلس اكس. روحوا لاحظوا لافيشر، شوفوا لافيشر تاعنا كيف راح يخرج دركا. لا فاريابل اي ديس، مثلا نحب نكري انوت اوبجي ونفيكسي فيها لا فاريابل ب 100، زيد نكري كلاس 3 مثلا لوبجي سي 2 بلس 1 يو كلاس 3 100 100. لاحظوا كون نخلو فارغ تجينا ايرور، كي ندير 100 تروح ليرور باسكو الكونستركتور تاعنا فيه اون فاريابل نيكزيكيتي ونرجع. لاحظ 10 و 100. هكذا نكونو كملنا الدرس تاعنا تاع الكونستركتور اللي هو درس مهم بزاف وحنحتاجوه بزاف في لغة الجافا. نلتقي في الدرس القادم ان شاء الله.